كابتن فاروق ولضيوفك طبعا كل جماهير النادي الاهلي، مبروك طبعا فوز مهم جدا على الفريق المصري في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على هذا اللقب. كابتن ايوب برحب بيك في البدايه ومبروك على الفوز النهارده، مباراه كبيره واداء جيد جدا من النادي الاهلي وثلاث نقاط مهمه جدا للنادي الاهلي. طبعا الحمد لله، يعني مكسب مهم، بتلاعب فرقه ليها حظوظ في المنافسه، بتكسب عشان تبعدها شويه وتقرب انت. على المستوى التكتيكي طبعا ماتش كبير، لان يعني شايف فريق المصري وشايف طريقه لعبه، هو كمان محضر لك بشكل كويس. توفيق ربنا كان معانا، رحنا باكتر من فرصه ضيعنا احرزنا، في النهايه تاخد الغرض من المباراه. لسه المشوار طويل، لسه عندنا محطات صعبه، كل ما تعدي محطه صعبه بالنسبه لك دي مهمه. فالحمد لله مباراه المصري من المحطات الصعبه بالنسبه لنا، والحمد لله ما تعديها وتاخد ثلاث نقاط بتدوك افضليه، بتبعدهم شويه، بتقرب انت. حسابات كتيره في مشوار الدوري، ولكن لسه المشوار طويل. يعني الفوز على الاسماعيلي في المباراه قبل اللي فاتت كان مهم جدا عشان الاول على الدوري، النهارده الفريق المصري المركز الثاني في الدوري. فوز النادي الاهلي اعتقد مهم جدا ان هو يوصل لقمه بطوله الدوري، وده الهدف الاساسي للجهاز الفني. طبعا انا يعني الفوز مع الفوز مع ان شاء الله فوزنا في المباريات المؤجله يعني يدينا الصداره في على الدوري. وانا قلت لك احنا كل ما بتكسب فرقه من الفرق اللي هي حظوظ على المنافسه انت بتبعدها بالحسابات، يعني انت بتبعدها شويه بتقرب انت شويه، لان لسه يعني مشوار طويل وورد بيبقى فيه متغيرات كتيره كل ما تحصل في البدايه. النقط دي مهمه جدا. يعني جاهزيه جميع لاعبي النادي الاهلي رغم الغيابات يا كابتن ايوب حاجه تحسب للجهاز الفني، وبيأدوا ايضا بشكل جيد جدا في المباريات وبيكسبوا، دي حاجه تحسب للجهاز الفني. الحمد لله، يمكن روح كبيره من كل الناس الموجوده، كله بيجهز نفسه بشكل كويس. دي بيدينا افضليه، بيدينا اريحيه، لعيبه جاهزه، لعيبه مستوعبه الكلام اللي بيتقال كل الناس. مهم جدا بالنسبه لنا لان عندنا ضغط مباريات كتير وكبير، فمحتاجين كل الناس. يعني فانا شايف في عمليات احماء لبعض اللاعبين النادي الاهلي، اشرح لنا ده ايه؟ لا مش احماء، احنا عندنا في يعني طبعا نظر لضغط المباريات، ففي لعيبه اللي ما تشاركتش النهارده عشان اليوم ما يضيعش عليهم، بياخدوا جرعه تدريبيه بعد المباراه. يعني توفيق يا كابتن. شكرا.